طالب عدد من القادة العسكريين المتقاعدين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد بالدعوة إلى حوار شامل بهدف تجاوز الأزمة السياسية المستمرة، وطالب الموقعون على المبادرة الرئيس سعيد بالعمل على توحيد الجهود في مواجهة الوباء والتحديات الاقتصادية. وتأتي دعوة العسكريين بعد أيام قليلة من تسريب رسالة موجهة لمديرة ديوان رئيس الجمهورية تقدم مخططا مفصلا لتفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي الذي يقضي بتجميع السلطات في يد الرئيس في حالات الخطر الداهم. من عسكريين متقاعدين جاءت المبادرة هذه المرة. يقول أصحاب المبادرة إنهم يتكلمون بصفاتهم الشخصية، لا يمثلون أي حزب ولا يتكلمون باسم المؤسسة العسكرية. بالرغم من ذلك نشرت مبادرتهم ممهورة برتبهم العسكرية قبل أن يصيروا إلى التقاعد. احنا لا ننتمي إلى حزب ولا عندنا توجه محدد، التوجه الوحيد هو تونس. احنا تعلمنا نخدم تونس وانتهى أكهو، ولهذا ما فماش داعي للتخوف. مبادرة تدعو رئيس الجمهورية لاتخاذ خطوات عملية لحل الأزمة، تطالبه بمخاطبة الجميع وتجاوز الخلافات قصد التركيز على مواجهة الوباء وشبح الانهيار الاقتصادي ضمن حوار وطني يضمن جلوس الجميع إلى طاولة واحدة. تخوف بعض الأطراف السياسية خاصة المتخوفة من استعمال الفصل 80 من حزام المشيشي أساسا من توظيف الجيش، كأنه هناك رسالة أنه راه داخل المؤسسة العسكرية هناك أطراف لن تقبل ربما تفعيل الفصل 80. أزمة سياسية حادة غير مسبوقة في تاريخ تونس طالت لأشهر، فأتاح ذلك للجميع التدخل واقتراح الحلول. المؤسسة العسكرية التي ظلت على الدوام بعيدة عن التجاذبات السياسية تخشى الآن أن تجد نفسها ضمن مشهد الأزمة في تونس. رغم أن هذه المبادرات لم تتضمن سوى دعوة للحوار والتجميع لتجاوز الأزمة، فإنها بدأت تثير مخاوف كثيرين هنا من توظيف المؤسسة العسكرية في الخلافات السياسية بين مؤسسات الحكم، ومن تسرب اصطفافات السياسة وانقساماتها إلى العسكريين. علي القاسمي، العربي، تونس. وينضم إلينا من تونس مراسلنا خليل كلاعي. خليل، كيف تتفاعل رسالة القادة العسكريين إلى الرئيس قيس سعيد، وما هي أصداؤها إن كان في الشارع وبين القوى السياسية أيضا؟ فرح، اللافت أن هذا البيان يأتي يومان فقط بعد بيان مماثل أصدره الأميرال كمال العكروت، وهو مستشار أمني سابق وعسكري سابق أيضا الرئيس الراحل البيجي قائد السبسي. خلال هذا البيان دعا الأميرال العكروت إلى تخليص البلاد من منظومة استبداد بعض الأحزاب بمقدرات البلاد، وعدت هذه الرسالة لدى المراقبين والمتابعين رسالة خطيرة جدا. هذا البيان وإن كان معتدلا نسبيا مقارنة ببيان الأميرال العكروت، فانه هذا لم يمنع من ان تعبر النخب السياسيه والمراقبون هنا في تونس والمحللون السياسيون عن خشيتهم من ان تتسرب السياسه الى المؤسسه العسكريه، ومن ان تتسرب اصطفافات السياسه والاصطفافات في المشهد السياسي التونسي وانقساماته واشكالياته الى المؤسسه العسكريه. المؤسسه العسكريه التونسيه ليس لها تقاليد الخوض في الشأن السياسي، وباستثناء القوس الذي فتحه الفريق رشيد عمار خلال أحداث الثورة التونسية، فإن المؤسسة العسكرية تعمل بشكل حرفي وبمنأى عن المشهد السياسي التونسي. عدد من الفاعلين السياسيين تحدثوا من أنه الاستسهال الحديث عن الانقلابات واستسهال استدعاء العسكريين للخوض في الشأن السياسي ستكون له تبعات خطيرة جدا. هم يستشهدون في هذا السياق بما سنه بين ظفرين الرئيس قيس سعيد من حديث عن إشكاليات البلاد وعن إشكاليات المشهد السياسي، ومن توجيه لرسائل في هذا الاتجاه أو ذاك من داخل المؤسسة العسكرية، من داخل الثكنات العسكرية. الرئيس التونسي قيس سعيد دأب منذ توليه الرئاسة على زيارة الثكنات العسكرية والمقرات الأمنية والعسكرية، وعلى توجيه رسائل سياسية من داخل هذه الثكنات والمقرات، وهي ربما السنة التي لم يسبق لها أن شوهدت في تونس على الأقل بعد الثورة، إما خلال فترة الرئيس منصف المرزوقي أو كذلك خلال فترة الرئيس المرحوم الباشي قايد السبسي. وهذا هو بالضبط التفصيل الذي يحذر منه
أغلب المنتظم السياسي والمدني في تونس. شكرا جزيلا لك خليل الكلاعي من تونس.